الحديث عن مستقبل فريق الكرة بالزمالك أصبح الشغل الشاغل للجماهير البيضاء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد حالة الاستقرار الفني التي يعيشها حاليا. قلق الجماهير على نجومها جعل الإدارة مطالبة بحسم العديد من الملفات الشائكة، على رأسها ثلاثي مصطفى محمد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي. مصطفى محمد رغم إغلاقه ملف احترافه مؤقتا بعد الأزمة الأخيرة مع نادي سانت إتيان الفرنسي، إلا أن رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي ووجود أكثر من عرض قد يجعل إدارة الزمالك مطالبة بحسم ملف احتراف اللاعب قبل إغلاق الميركاتو الشتوي، ولكن الأزمة تبقى في توفير البديل. أما التونسي فرجاني ساسي فلم يحسم موقفه النهائي سواء بتجديد عقده أو الرحيل في نهاية الموسم، ورغم عودة اللاعب للمشاركة في مباراة الجونة الأخيرة، لكن لا يزال ملفه عالقا حتى الآن. رغم ترحيب اللاعب مبدئيا بالبقاء في ميت عقبة، ولكن لم يصل لاتفاق نهائي مع إدارة الزمالك. أما آخر الملفات في فريق الكرة فيتعلق بالمغربي أشرف بن شرقي بعد أزمته الأخيرة وخروجه غاضبا بعد تغييره في مباراة الجونة الأخيرة، وتخشى الجماهير أن يكون ذلك سببا في خروج اللاعب وطلبه الرحيل، ولكن محاولات إدارة الزمالك والجهاز الفني قد تعيد الهدوء والاستقرار للفريق. في النهاية، هل تنجح إدارة الزمالك في حسم كافة الملفات المتعلقة بفريق الكرة قبل نهاية الشهر الجاري؟ أم يبقى الموقف معلقا لنهاية الموسم؟أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كابتن حسين مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، وحشت. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله تمام. أداء الحقيقة رائع مع نادي الزمالك. ربنا يخليك. كابتن أيمن يونس، كابتن أشرف، كابتن عبد الحليم، كابتن فاروق، يعني ولاد نادي الزمالك كلهم نزلتوا في توقيت مهم جدا الحقيقة. والله ده المفروض يكون الطبيعي لأولاد نادي الزمالك، إن احنا لما النادي بيحتاجنا في أي وقت وتحت أي ظروف لازم نكون متواجدين. مش يعني مش عايز اقول هي مش جديده او حاجه مش غريبه علينا، انما اي حد لعب في نادي الزمالك وابن من نادي من ابناء نادي الزمالك اكيد لو مش احنا غيرنا وطلب منه ان هو يؤدي خدمه لنادي الزمالك حتى ولو مؤقته زي ما حصل، اعتقد ان هو مش هيرفض او يتاخر خالص. طيب هاخد حضرتك كده ونروح نتابع برضو النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ومعانا لاعب من نادي الدحيل احمد ياسر المحمدي. احمد مساء الخير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ يا رب دايما بصحه. وكابتن حسين السيد مشرفني ومنورني. اكيد طبعا كابتن حسين السيد، بمشي على كابتن حسين السيد طبعا نجم الزمالك السابق. ربنا يخليك يا ابو حميد، منور يا احمد حبيبي، ربنا يخليك. يعني خلينا ابتدي معاك وداخل على بطوله كبيره احمد، كاس العالم للانديه واول مواجهه مع النادي الاهلي، شايفها ازاي؟ اكيد طبعا بطوله مهمه بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد طبعا يلعب بطوله كبيره زي ديت. بطوله اي حد يتمنى، معظم اللعيبه الكبار كانوا يتمنوا يلعبوا طبعا كاس العالم للانديه، فاكيد طبعا بطوله مهمه ليا بالنسبه لي انا كمان كلاعب. طبعا اول ماتش طبعا مع النادي الاهلي، نادي كبير طبعا. كنت اتمنى طبعا ان الفرقتين العربيتين ما يقعوش مع بعض، كان حد فينا يقدر يكمل ويوصل للنهائي، لكن طبعا دي الكوره طبعا وعشنا مع بعض. اكيد طبعا ماتش اتمنى يطلع بصوره حلوه، يشرف طبعا الكوره العربيه طبعا والكوره المصريه والكوره القطريه. عايزك تقول لي ابرز النجوم معاكم مين؟ والله طبعا عندنا طبعا محترفينا، عندنا جونيور ميلسون، وعندنا دودو بتاع فالفيرس، وعندنا طبعا معز هداف اسيا وهداف المنتخب، وعندنا علي كريمي لاعب ايراني، وعندنا نجوم كتير طبعا، وعندنا طبعا مهدي بن عطيه بيلعب جنبي، هو مهدي بن عطيه مغني على التعريف. فعندنا لعيبه كتيره طبعا، يعني ان شاء الله تكون في مستواها الماتش دوت. يعني متابع الاهلي مؤخرا انت؟ والله ما تبعش كتير، بس طبعا ماتشات الاهلي والزمالك كده طبعا بتابعهم طبعا. شايف مين ابرز لعيبه الاهلي الفتره اللي فاتت؟ عندك طبعا محترفهم هو الافريقي اللي بيلعب في النص، نيانج تقريبا، نيانج ديانج سوري. وعندك سلية، وعندك طبعا ارشا، ومعلول، عندك معلول ناحيه الشمال، وفي طبعا لعيبه كثيره، وليد كمان طبعا، بس غير وليد كمان طبعا ما كانش هيكون معاهم للاسف، مش هيكون معاهم. فاكيد طبعا كنادي الاهلي يعني انا تعريف، يعني مش اعتقد النادي الاهلي موجود باللعيبه كلها، يعني ما اعتقدش ان في حد هيأثر عليه. هتمسك مين فيهم؟
لا يجي بقى. توقعاتك مين؟ مين اللي جاي لك؟ والله انا ما عنديش اي مشكله، لا يجي طبعا لازم الماتش هيبقى صعب طبعا على الفريقين، خاصه العناصر طبعا الفريقين طبعا قويه. الماتش طبعا مش هيبقى سهل ولا علينا ولا علينا طبعا، اللي هيركز طبعا هيركز طول الماتش. انت عارف طبعا الماتشات دي بتبقى صعبه، ماتشات الكؤوس دي بتبقى ما حدش يتوقع طبعا ايه اللي يحصل في الماتشات. اتمنى طبعا نتاهل طبعا على حساب الاهلي ونطلع طبعا زي ما قلت لك بصوره تليق بالكل العربيه طبعا. كنت تتمنى وجود جمهور؟ هو في جمهور، هو الملعب هيكون في جمهور تقريبا 30% من الملعب. ده اخذوا القرار بكده؟ اه في تذاكر وفي كل حاجه، يعني الملعب هيكون تقريبا 30 او 35% متواجد الجمهور. طب ده خبر كويس. يعني هل الجمهور انت بالنسبه لك اللعب مع الجمهور هو الافضل؟ اكيد طبعا اللعب مع الجمهور غير خالص لما تلعب من غيره. شفت انت في بدايه ازمه كورونا اللي حصلت الدورات الاوروبيه طبعا واكبر انديه العالم لما لعبوا من غير جمهور كانك بتتفرج، يعني ولا كان في متعه، حتى اللعيبه المستوى بتاعهم اختلف. اكيد طبعا الجمهور يفرق كتير طبعا. رابطه النادي الاهلي كبيره جدا عندكم؟ اكيد طبعا رابطه النادي الاهلي كبيره في اي حته، كبيره في كل مكان فعلا. صح فعلا. اخواتك كلهم بيلعبوا في خطوط تانية مختلفة، يعني خطوط هجومية شوية، انت اخدت القرار الصعب. والله انا بدأت في نادي الخور، كنت مهاجم ما كنتش مدافع اصلا. طب وايه اللي غيرك؟ الظروف بقى، الظروف خلتني ارجع مدافع. الظروف. حاسس من كلامك ان انت كنت تتمنى تقابل اي حد في المباراة الأولى غير الأهلي. يعني الصراحة أنا بقول لك، يعني أنا كنت أتمنى ألعب مع النادي الأهلي طبعًا، يعني الماتشات دي بتيجي مرة، يمكن بتيجي لك مرة في العمر، فلازم تلعب طبعًا مع أفضل فرقة موجودة في البطولة، لكن في نفس الوقت ما كنتش أتمنى إن هي مع فريق عربي، لأن حد من الطرفين من الفريق العربي يقدر يوصل يبقى أبعد مكان في كأس العالم طبعًا. صح، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا دحلاوي. يعني غير كده بقى، ما بتيجي عندنا بتبقى إيه؟ لا دي بتاعتي انا، مش هقدر ارد عليك طبعا. طب قول لي وانا مش هقول لحد خالص. لا هو خالص فعلا. يعني الناديين كلهم طبعا ناديين كبار، لكن انا من وانا صغير الصراحه انا بحب نادي الزمالك، من قبل ما في حسين حتى يلعب في الزمالك هو كان في الاهلي. من وانا صغير، من قبل ما العب كره اسمي شيكابالا، انا كنت بحب شيكابالا من وانا صغير. من وانا صغير يعني حبيت نادي الزمالك. ومين اكتر لعيب بتحبه في الاهلي على تاريخ على مدار تاريخه؟ انا صاحبي طبعا، صاحبي كهربا حبيبي. اهو جاي لك اهو. خلي بالك بقى، امسكه بقى، امسك كهربا. لعبت ضده مره، لعبنا ضد بعض مره منتخب مصر ومنتخب قطر من حوالي اكثر من 10 سنين، كان منتخب الاولمبي. خلي بالك جاي لك بقى اهو، حبيبك وجاي لك. حبيبي كمان. اتمنى لك التوفيق حماده ان شاء الله، التوفيق ان شاء الله باذن الله. حبيبي ربنا يخليك. اشوفك ان شاء الله على خير، بشكرك شكرا جزيلا. احمد ياسر المحمدي لاعب نادي الدحيل، وكل التوفيق للنادي الاهلي. هو طبعا يعني الحب الكبير بالنسبه لنا، وان شاء الله باذن الله كلنا داعمين للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، كل المصريين بغض النظر عن الانتماء، لان النادي الاهلي هو اللي مشرفنا في هذه البطوله. حضرتك تتفرج على البطوله؟ اكيد ان شاء الله. تشجع الاهلي؟ اكيد والله. اكيد. رد يعني رد محترم. لا لا ده طبيعي يا كابتن، اي حد صح. بيشارك في بطوله مش في مصر، ويمكن انا حتى قلتها مثل يعني اي بطوله المفروض، بس انا هتكلم عن هتكلم الدنيا سهله وبسيطه. ما انا بقول لك انا لما قصص معلش، يعني هي ممكن تكون فترات والدنيا ممكن بتكون بتهيج شويه وبتسير شويه، انما انا باختصار شديد اي بطوله نادي الزمالك مش مشارك فيها والنادي الاهلي موجود فيها، فاكيد هشجع النادي الاهلي. كلام قمه في الاحترام. ايه بقى المهمه كانت صعبه ليه بقى؟ بتاعتنا كنادي الزمالك؟ المشكله مش في صعوبتها، المشكله في توقيتها. الحاجات دي لو كانت جت الكابتن سيف من فترة شوية أو قبلها بشهر شهرين كنت تقدر ترتب لها، إنما أنت بتيجي في وقت أنت أوريدي داخل على يناير، والشهر ده كان بالتحديد يعني إحنا مسكنا في أول يناير أو آخر ديسمبر كده، أول يناير بالتحديد. فالشهر ده كان من حق اللعيبة برضو اللي هي كانت هتخلص عقودها في نفس السنة اللي هو موسم ده اللي هو 2021، الموسم ده كان هيخلص عقود 4 5 لعيبة، فكان لازم تخلص وتنهي العقود دي في الفترة دي كلها. فلما تيجي تشتغل وانت تحت ضغط غير لما تشتغل وانت على الهادي،
يعني بمعنى ايه؟ انت عندك لعيبه بيبتدي بقى الوكاله بتاعتها تتكلم وتقول لك انا عندي عروض لفلان وعروض لفلان وعروض لفلان وانا عايز اخلص اللعيب بتاعي عشان ما اخسرش فتره الانتقالات، وهي دي الفتره القانونيه اللي هم المفروض يستقبلوا فيها عروض، واحنا طبعا مقدرين ده. فكنا لازم نقعد مع بعض الاول بسرعه ونرتب اولوياتنا. بس انا كابتن لقيت ان اللي عقده انتهى عنده مشكله، واللي عقده ما انتهاش عنده مشكله، واللي عقده صغير عايز يعدله، كله طلع مره واحده. بص يا كابتن سيف، هي الفكره كلها ان ده بيبقى وارد وموجود على مر السنين، مش في السنه دي بس ومش في الفتره دي بس ومش في نادي الزمالك بس. فانت لازم انت الاول كاداره او كمسؤول تقعد وترتب اولوياتك. اولوياتي ان انا هتكلم، معلش بعد اذنكم، يعني انا لو هتكلم مع واحد عقده هيخلص لسه الموسم 22 23 ولا 23 24، ولا ارتب اولوياتي اشوف مين اللي هيخلص السنه دي. صح. هو ده الكلام اللي احنا قعدنا نرتبه. فاحنا قسمناها وعملنا بيها ورق وجدول كده ومحضر اجتماع، احنا هنبتدي منين الحكايه. فهي نبتدي منين؟ اللي هيمشي خلاص. فهم كانوا اربعه، كان شيكابالا وكان جنش وكان اوباما وكان فتوح. ده اللي كان الموسم بتاعه هيخلص، اللي هو الموسم ده 2021 دي عقودهم. وبعدين المرحله الثانيه كنا برضو بص كل حاجه كانت مكتوب بتوقيتاتها، انما دي كانت المرحله الاساسيه اللي هي ممكن تهدلك الفرقه وممكن توقفها. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نخلص كل الاربعه دول اللي كانوا موجودين. ما كانش في حد تاني، انا بتكلم عن المحليين، ما كانش في غير بقى بعد كده ساسي برضو كان عقده يخلص السنه دي، وده كان مشكله وبرضو لسه معلقه لغايه دلوقتي، انما راينا برضو اتكتب. واعتقد ان كل الدنيا دلوقتي مصر بقت حافظه مشكله ساسي مع نادي الزمالك، واعتقد ان هي مش هتوصل لمشكله، وهي في طريقها للحل وفي طريقه هو للتجديد للاتجاهات الطيبه والمشاعر الطيبه اللي موجوده بيننا احنا كاداره نادي الزمالك وكان لعيب ولعيب نفسه. عايز حضرتك شويه نحط روشتات سريعه بصراحه. اتفضل. اما شفت الارقام اتفاجئت. ارقام ايه؟ اللعيبه كمبالغ؟ اه طبعا بعضهم فيه مفاجاه وبعضهم عادي في الطبيعي. طب اتفاجئت في العالي والوطني؟ بص يا كابتن سيف، احنا لما يعني عالي قوي والوطني وطي بعض في بعض العناصر عالي قوي وما قداش ومش عايز اقول ما يستاهلش، ما ينفعش ان هو كان يتعمل له عقد بالارقام دي بدون ذكر اسامي طبعا. وفي ناس حسينا في ارقامها ان هي ما خدتش حقها. يعني انا هضرب مثل لان ده المثل دوت احنا قلناه يمكن الناس كلها عارفاه. شيكابالا انا من لما كنت موجود كمدير كره في موسم 17 18 كان الراجل ده بيلعب، الولد ده بيلعب ببلاش. صح. ببلاش يكاد يكون بيدفع فلوس مثلا لما تيجي، احنا لما كنا بنحب نطبق غرامات عليه مش لاقيين له فلوس نخصمها. محترم الحقيقه. فهو بص ده ايه يا كابتن؟ دي الاجيال اللي تقدر تطمن وهي موجوده على مستقبل نادي الزمالك، لان في يوم من الايام والكلام ده احنا قلناه وكنا بنقوله دايما للعيبه دي، دول كباتن الفرقه وكبار النادي، يعني هيجي عليهم يوم من الاوقات والكلام ده قلناه، هيجوا عليكم يوم في وقت من الاوقات تبقوا قاعدين مكاننا، تبقى انتوا اللي بتتفاوضوا مع الاجيال الثانيه، فتاكدوا ان الحاجات دي كلها عمرها ما بتتنسي. الجماهير عمرها ما بتنسى مواقف اللعيبه. اعتقد ان شيكابالا ضرب المثل يعني بكده. طيب شايف ان من وجهه نظر حضرتك ان الزمالك كان محتاج عداله في التوزيع ولا دي حال كره القدم؟ يعني انا صاحب نظريه ان كل واحد بسعره مثلا، في حد صاحب نظريه لا لازم الامور تبقى قريبه من بعض. حته قريبه من بعض وان انا اعمل تسعيره هي برضو تبقى خاضعه لسياسه النادي وامكانيات اللعيب. ما والنادي الزمالك ليه سقف يا كابتن؟ احنا عملنا سقف. كام؟ ما مش هقدر اقول ارقام. اي ارقام انت تقدر تعرفها من اداره النادي، انا مش هقدر اقول 8 صدقني مش هقدر. ايوه أقول. لا انا عارف، انا انت عارف حضرتك. خلاص اوكي ماشي 8. فاحنا عملنا سقف 8 ماشي 8 10 12 لا هي 8. اهم حاجه احنا عملنا سقف وقلنا ما ينفعش ان 8. اي خلاص يا كابتن سيف فده يعني احنا دي كانت احد الاهداف اللي احنا حطيناها، فما ينفعش خلاص ده السقف بتاعنا. طب اسال حضرتك سؤال بقى غريب شويه. طب مركز حراسه المرمى حضرتك بتجدد لجنش بالسقف خلاص تمام، اللي هو حضرتك ده ليك علاقه بيه كويس، والثمانيه اللي حضرتك مالكش علاقه بيها اللي هي بتاعتي خلاص. النهارده المنافس زميله بياخد 15 و16 و14 اللي هو مين معلش؟ ابو جبل وعواد. لا بص ما انا مش هتكلم والكلام ده، ما احنا ما انت لما بتيجي تحط السياسه انت بتحطها على ما سبق ولا على ما اللي جاي؟ على اللي جاي المستقبل، احنا بنيجي بناخد خط كده. بس بتبقى صعبه في العداله يعني. ما هي العداله فين بقى؟ لما اجي اجدد بقى لعواد ولما اجي اجدد للجنش حاليا. الجنش احنا عاملين 1 2 3 وبترجع برضه للمفاوض وانت قاعد بتتكلم مع اللعيب ازاي توصله الفكره؟ ما هي دي المشكله. بصراحة كان بيقوم بيها بدور رائع بصراحة يعني أيمن يونس، كابتن أيمن يونس كان قايم بدور في حتة إنك تقنع اللعيب بوجهة نظرك
وبرؤيتك للمستقبل وبرؤيتك ان كان في ناس اتظلمت وفي ناس خدت اكتر من حقها. فهي دي الفكره اللي لازم توصلها وتقنع بيها اللعيب. وللاسف يعني مش عايز اقول للاسف انما هي دي سنه الحياه دلوقتي، اللعيب لما بيجي لك لوحده بيبقى سهل جدا اقناعه وسهل ان انت تتفاوض معاه وسهل ان انت تخلص معاه. انما كل اللعيبه دلوقتي معاهم وكلاء. والوكيل مع احترامي للجميع وللمهنه، الوكيل اول حاجه بيبص لها بيلغي كل الاعتبارات، بيبص على مصلحته لان هو بياخد فيها نسبه ودي اكل عيشه. وانا معاهم في كده، بس ما بيلغوا اعتبارات تانية كتير جدا. وهي دي النقطه اللي ساسي الزمالك وقف عن 27. والله ما اقدر اقول لك على الارقام، انما احنا قدمنا 27. خلاص ماشيين زي الثمانية. فاحنا قدمنا اقصى حاجه. وبرضه خلي بالك يا كابتن سيف، حطينا في الاعتبار الموقف اللي هو جاي. نعم، توقعاتك انه جاي. توقعت ان هو ده افضل رد. نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى اكون في الفاصل شفت موضوع ال 27 وال 8 ولو في ارقام جديده اكون عرفتها وارجع اقولها لكم بعد الفاصل. كل الناس الزملكاويه قاعده بتفكر، مصطفى محمد 4 مباريات في افريقيا، نادي الزمالك اصلا كان بيفاوض مهاجم، 3 مهاجمين، مصر كلها عرفته. هل دول اختيار حضرتك؟ انا اعرف واحد بس. فنان؟ انا اعرف واحد بس. ما اعرفهمش مين اللي في. لا احنا كنا حاطين، بص برضو دي نقطه يعني برضو. حسام حسن. ايوه. مين تاني؟ هو حسام حسن واحد من الثلاثه، احنا لما كنا نحطه كمركز قعدنا مع الراجل باتشيكو وقلنا عايز حسام وباسم. المراكز اللي انت محتاجها ايه؟ قلنا قال انا عايز مدافع وعايز مهاجم لو مصطفى محمد احترف. بس فالمدافع لما بنحط اولويات برضه بنحط 1 2 3 عشان انت معرض ان الصفقات تفشل يعني فيبقى عندك بدايل يعني. فكان من ضمنهم برضه اللي اتعرف كمدافع كان اسامه جلال، واحد من الثلاثه المهاجمين كان حسام حسن. حسام حسن، اسامه جلال ده كان المدافع. مدافع حسام حسن. في حد من الاتحاد؟ ما اعرفش بقى إيه. الناس بص يا كابتن سيف، انا ما بحبش اكون مسؤول عن حاجه واقول هي ايه، لان دي ما بتبقاش من اختصاصي او مش من دوري. دور بقى المجلس هو يقدر يصرح. ما انا قلت لك واحد منهم هو خلاص. لا انا ده اللي انا قلته. ما لا هو واحد من الثلاثه كان حسام حسن. انا ده اللي انا قلته. الواجب بقى لحضرتك باسم مرسي. باسم مرسي اتقال اسمه. اتقال اسمه. شايف ان هو يقدر يرجع الزمالك يا كابتن؟ لا رايي الشخصي ولا كان راي اللجنه؟ راي اللجنه كان هو انسب واحد او كان من ضمن الناس اللي موجوده. وكان بس كان في ملاحظات وكومنتات عليه لان هو لما مشي هو راح ادى كويس، انما هو كان بنتكلم على الملاحظات اللي هو لما كان موجود فيها في نادي الزمالك. انما هو لما مشي في نادي الزمالك حاليا في الفتره الحاليه هو بيأدي كويس. راي حضرتك ايه في مروان حمدي بتاع المقص؟ بص يا كابتن سيف، هو برضه لعيب كويس ومجتهد، والفكره كلها في انك لما بتلعب في نادي الزمالك او تلعب في نادي الاهلي هي دي كلها المشكلة. ما في لعيبة بتتألق في أندية تانية كتير وبتيجي نادي الزمالك أو الأهلي برضو عشان بتلاقي مستواها بيقل. وفي لعيبة لما بتبقى موجودة في الأهلي أو في الزمالك وبتنتقل إعارات أو بتروح أندية تانية بتتألق، والعكس صحيح. صح. فهي العملية كلها بترجع للعيب نفسه. إزاي الزمالك يقدر يدفع كل سنة 257 مليون جنيه مرتبات لفرقة الكورة؟ لازم نخرج بقى نفكر بره الصندوق، إزاي نعمل إيرادات أو نجيب إيرادات. وكان في كم بعض الافكار كده اللي هي كانت دايما بتدور حول انك تعمل شركه بقى لكره القدم، او كره القدم دي تتفصل بطريقه ما يعني. لو اتفصلت يا كابتن دي المصيبه الكبرى. الناس يا كابتن الناس مش فاهمه. لو 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 استقلت الكوره هتبقى مكسب وخساره، هتتحاسب. ما هي انت هنا بتاخد من ايراد النادي، من اشتراكات ومن افرع جديده، كل الانديه على فكره، كل يعني الانديه شغاله، كل الانديه الدنيا شغاله على بعض. ما هي عشان كده برضو لازم يتحسم لها، يتحط لها حد وتتحسم. هو انت هتفضل كده على طول يا كابتن سيف؟ ما هو انت بتيجي او بتضغى على، انت بتاخد كل الاشتراكات او كل الايرادات اللي داخله لك كنادي او كانديه بتصرفها على فريق الكوره ومفيش عائد. فهي لازم يعني لازم نخرج بره الفكره. شايف يا كابتن بعد ما مسكت الرقم ده طبيعي؟ يعني طبيعي ان تبقى لا طبعا الارقام مبالغ. بص يا كابتن سيف، احنا برضو لازم نبص لل اصل العمليه ده اقتصاد هيئه او منشاه او كانت كل لازم تربطه باقتصاد البلد كله. احنا من الدول برضو يعني مش عايز اقول الناميه الفقيره اللي ما ينفعش ان فيها الارقام تبقى كده في لعبه كره القدم. الارقام دي مبالغ فيها. طب بص لحضرتك سؤال وانسى شويه انتمائك، وانت واقف كده بتتفرج على الفرقه، شايف ان الفلوس دي راحت في مكانها؟ لا طبعا. لا انا طبعا. لو مستثمر مش هستثمر في الكوره، لان مش هيبقى العائد بتاعها
يجازي التكليف بتاع مصروفاتها هتبقى اغلى اكتر من ايراداتها. فانا بحسبها كده لو انا مستثمر، يا اما لازم استثمرها بقى صح، اعملها بقى منشاه وهي تبقى كره قدم بس وقطاع خاص، وتبقى ساعتها ممكن تبقى تكسب فيها، انما مش هتبقى في البدايه، مش هتكسب في اول سنتين ثلاثه اربعه. ساعات كده ما تقفش تفكر تقول اللاعب اللي في ثلاثه اربعه زي اللي في 30 40؟ ده انا اقول لك على حاجه انقح من كده. قول لي. انا عايز الانقح كله يا كابتن. من ضمن طلعه بقى مره واحده. من ضمن الحاجات اللي انت وانت بتلعب بتتفاوض معاها مع اللعيبه. توصلت الفكره كده، اللعيب دلوقتي يا كابتن سيف بيقول انا لعيب، لما بيعرف يباصي يسلم ويستلم بيقول لك انا لعيب كوره. بعض اللعيبه وصلت لها الفكره دي، ان انا لعيب كوره لمجرد ان انت بتعرف تسلم وتستلم الكوره، فهو افتكر نفسه لعيب وبعدين بيبتدي يقلب سعره ويقول لك انا عايز كذا. ومن ضمن اللعيبه برضه طبعا بدون افتكار يقول لك انا لعيب كبير. كبير انت كبير ده مقياس بايه؟ قيسته ازاي؟ كبير لما كنت في النادي اللي انت فيه، ولا كبير ان انت جيت نادي الزمالك، ولا انت كبير بادائك؟ خلي بالك ايه هي معنى كلمه كبير بالنسبه لك او في نادي الزمالك؟ كابتن نادي كبير، مصر نفسها سوق كبير، مصر بلد كبيره دلوقتي يا كابتن بعد كاس العالم، مصر بتنافس الدول الاوروبيه في الصناعات وفي حاجات كتيره وفي الامور وفي الاقتصاد. جميل. يعني كل واحد بيبقى عنده احلام وطموحات مختلفه. حلو. لما احلامك وطموحاتك ديت تبقى واقعيه ولا تبقى زياده شويه او اوفر؟ ما هو انت بتقيسها بناء على ايه طموحاتك دي؟ لازم على امكانياتي الفنيه كلاعب، وبعدين بقارن نفسي انا كامكانياتي الاول بالبلد اللي انا فيها. طب بتقول له يا كابتن؟ ما فيش طبعا، باخده على هواه. ما انت لو باخده على هواه هتروح معاه. انا باخده على هواه لغايه ما انزله بقى لقناعته لايه؟ لمستواه، لقناعه. ما لازم، ما انت ما تبصش معاه في الاول. يعني خده على هواه كده، ماشي انت لعيب كبير، بس تعالى بقى نحسبها كده حضرتك، انت كبير في السن ولا كبير في اللعب، ولا كبير في النادي اللي كنت فيه، ولا كبير في حته وبتاع، وبعدين تيجي تاخده واحده واحده في الكلام لغايه ما توصله للقناعه اللي انت عايز توصلها له. كبير، كبير بادائك، كبير باخلاقك، كبير بشخصيتك، كبير بحاجات تانية مختلفه تماما. امام لعيب كبير يا كابتن؟ نعم، امام لعيب كبير. ما انا مش عايز اقول حته لعيب كبير دي. لعيب كويس يعني؟ لعيب كويس. لعيب كويس. يقدر يسد مكان ساسي؟ ليه لا؟ احنا لما احتاجناه، او لو هو لما الدنيا ساسي ما كانش بيلعب، مين اللي كان لعب؟ ما هو اللي لعب وبنكسب الحمد لله. انت عايز اكتر طبيعي من كده؟ طبيعي ان الارقام بينهم تبقى كده، مش طبيعي. ما انا بقول لك هي دي مشكلتنا او احد مشاكلنا. انا برضو مش عايز اقارن مستوى اللعيبه او عقود او مبالغ اللي بتتلف في اللعيبه المحليه واللعيبه الاجنبي، لان اللعيب الاجنبي بيبقى ليه ارقام مختلفه، انما برضو لازم يتحط لها حل. لازم تهدى يعني؟ لازم تهدى. والمصري برضو كلام يعني، معلش احنا في رؤساء انديه دلوقتي بتطلب ارقام فلكيه في اللعيبه بتاعتها. اللي هو كام الفلكي ده؟ الفلكي دوت لما تطلع 30 40 50 ده فلكي؟ طبعا، بالنسبه لي ده وجهه نظري الشخصيه يعني. مفيش لعيب يجيب 30 مليون جنيه في السنه يا كابتن سيد. لا مش في السنه، انت بتشتريه ب 30. بشتريه، سوري، بشتريه ب 30. ما انا خسر يعني، مش عايز اقول خسرانه. هديله كام؟ يعني انا هديك 30 10، هدي اللعيب بقى كام؟ 8. هديله الليميت بتاعي او الاقصى بتاعي. تمانية. ماشي. وبعدين فانت الكلام ده كله، ده انت بتتكلم في لعيب، فهو واقف عليك في الثلاث سنين هنفترض، واقف عليك ب 50 مليون، صح كده؟ متوسط يعني، هتحط الشيك بريك متوسط يعني. متوسط 50 مليون. عندك كام لعيب كمان هتشتريهم بنفس الكيفيه؟ طب ما انت محتاج كل سنه بتدعم، بتمشي وبتجيب. انت كابتن المفروض بتبيع برضو. ماشي، بتبيع. ما انت، ما هي دي بقى سياسه بقى حرفانه التعاقدات. ما انت عمرك ما في نادي كسب في لعيب. الزمالك يقف على مصطفى محمد وفرجاني؟ يقف عليهم؟ ما فيش انديه بتقف على اللعيب، لا مصطفى ولا غير مصطفى ولا ساسي ولا غير ساسي، مع احترامنا للجميع. هي عمرها وقفت على حد؟ ما هم بقى لهم 70 سنه في الدوري بيلعبوا كنادي الزمالك، او 100 سنه، والنادي الاهلي كذلك. عمرك شفت الناديين وقفوا على حد؟ الدنيا شغاله وماشيه. اللي بيقف بس، واللي بقى الذكريات الكويسه والطيبه بتاعت اللعيبه، والنادي عمل معاهم ايه، وهكذا. فهو برضو احنا بنلتمس العذر، لان هو برضو بيخوض تجربه او عايز يخوض تجربه، وهو صغير في السن، فلازم قرار. والكلام ده قلناه والله يا كابتن سيف يعني، ووضحنا الامور. انت لسه صغير وعندك المستقبل، ما تستعجلش، لان احنا بنبص كرؤيه نادي، النادي بيبقى ليه رؤيه، وانت كمسؤول غير رؤيتك وانت لعيب خالص. خروج الاهلي من المشهد، مشهد الصفقات، ريحكم؟ هو النادي الاهلي ما دخلش في صفقات عشان نقدر نقول ريحنا ولا ما ريحناش؟ لا، انا ما قلتش انه دخل، انا بقول خروجه من المشهد. يعني اللعيبه، في لعيبه كتير كانت بتجيلكوا بالواتساب يقول لك بص امير توفيق كلم، بص اهي، بص الاهلي كلمني. تصريح الاهلي ان انا مش هفاوض حد في الزمالك نظرا للظروف دي، واحنا مش داخلين على حد في الزمالك، خلاكوا تتعاملوا بارتياحيه؟ بص، انا اولا في الفتره اللي احنا كنا فيها
معلش طبعا مع احترامنا للجميع وطبعا مشاعر كويسه جدا ان هي خرجت من النادي الاهلي، انا ما شفتش التصريح ده لغايه لما كنا موجودين، انما هو لا 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 دي واحده، امير توفيق طلع مع كابتن شوبير على الهواء قاله جايز يمكن يكون على الهواء يعني تمام كلام ثاني، انما انا هتكلم على الجزئيه. والكابتن الخطيب قابل الكابتن ايمن يونس بناء على تصريح من الكابتن ايمن معايا على الهواء وقال له كلام جميل. انا مش هتكلم في الجزئيه دي لان انا يعني مش قوير بيها، انما انا هكلمك على الجزئيه اللي تخصني اللي احنا كنا موجودين فيها. احنا كل العروض اللي كانت بتجيلنا كانت بتيجي عن طريق الاونلاين، هنسميها ميديا. واحد بقى طالع في برنامج، واحد طالع في الميديا، واحد طالع في على الواتساب بتاعه، انما مفيش عرض رسمي جه لنادي الزمالك لا فاكس ولا ايميل. ودي وسائل التواصل الرسمي لما اجي لما تيجي تبيع وتشتري الحاجات دي بتاعت تسخين بتاعت اللعيبه، هي دي اللي بتعلي الارقام يعني. بس كده الوكيل بقى وشغل الوكلاء، وان انت هتقوم جاي لي هنا وجاي لي هنا وجاي لي هناك عشان تعلي سعر اللعيب بتاعك. بس انا بتحقق يا كابتن وعارف ان ظهري برده ما فيهوش حد، ما هو النهارده الاهلي برده بيضغط ياخد لاعب ما بقتش تفرق معاه يعني كوكيل، ما بقتش تفرق معاه حته ان انت تضرب ان انت الراجل ده جاي له. طب ماشي وانت ابعت لي رسمي قول لي انا عايز النادي الفلاني بعت لي انت الوكيل والتفاوض عن طريق الوكيل الفلاني الفلاني، ايه المشكله؟ هو احنا ما ينفعش ان احنا نشتغل بحرفنه، نبيع ونشتري بالشياكه وبحرفنه من الابواب ولا لازم كلها خلفيات؟ ما ينفعش، احنا عايزين نشتغل صح. النادي الاهلي مع النادي الفرنسي عجبك؟ ايه موقف نادي الزمالك مع نادي الرد يعني؟ كان حلو وجميل ومقنع، وهي دي الردود اللي ينبغي ان هي تتقال. طبعا جدا جدا، ما ينفعش ان انت تروح. بص احنا برضو قعدنا مع الناس دي 3-4 قعدات، فما ينفعش انت تجي في الاخر عشان الله اعلم بالاغراض يعني، او انت غرضك ايه كنادي؟ عايز تبوظ الدنيا او عايز تشكك في الارقام او عايز ايا كانت غرضك؟ انما الرد بتاعنا كنادي الزمالك الموضوع منتهي 1-2-3-4 يعني، الرد كان جميل جدا بالنسبه لنا. تقول ايه لجمهور الزمالك اخيرا يا كابتن؟ ما فيش يعني، زي ما دايما عودتونا خليكم دايما داعمين للفريق وخليكم دايما ورانا، لان الجماهير هي اساس وعصب فريق الكوره والنادي ككيان. لعيبه الزمالك اللي مضت ولعيبه الزمالك اللي لسه ما مضتش، ما فيش حد ما مضاش غير فرجاني ومصطفى. فرجاني مصطفى مصطفى ليه سنتين، فمفيش غير فرجاني، ربنا يوفقه ان شاء الله ويمضي. اللي مضى مبروك عليكم انتوا كباتن نادي الزمالك، وانتوا مستقبل للنادي، وانتوا اللي هتستلموا الرايه من بعدنا والاجيال، والناس هتفتكر لكم المواقف دي مش هتنسى. شد حيلك زيزو، المستوى اللي انت ظهرت عليه نتمنى ان هو وغيره وصلوا لمستوى حلو يحافظوا عليه، لان انك تحافظ على القمه او على المستوى الفني العالي المرتفع ده اصعب من ان انت توصل. انت وصلت، طب خلاص حافظ بقى عشان الدين الناس يفضل فاكراك دايما ان انت لعيب كويس. شرفتنا يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق يا رب وللزمالك ان شاء الله. شكرا كابتن، اشكرك فندم، ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا مع واحد من نجوم ورموز نادي الزمالك كابتن حسين السيد، بوجه له كل الشكر وكل التحيه، شكرا جزيلا، بتشرف بوجوده معايا، بشكره شكرا جزيلا. فاصل وبعد الفاصل اثنين من النقاد الرياضيين الكبار، الاستاذ عمرو الدردير، الاستاذ علاء عزت، ومبارزه ما بين الاهلي والزمالك وتصريحات النهارده ناريه، استنونا بعد الفاصل.